يا أبا صالح، يا أبا عبد الله، يا حسين الحسين، أيها الشهيد، اقعد توعد، هاي أنا أختك، بلا راس، ما تنعرف جثتك، بس من ريحتك خويا عرفتك. عين العمد ساعة ما شفتك، لا بيدي يا ابني، لا بيدي يا ابن امي دفنتك. شلون العتاب بين السيد علي وسلم؟ اقعد وشوف انصاب، واقعد وشوف اش صار بينا، حرقة وخيمنا ونسبنا. اقعد وسكت لي سكينة، وابنك علي سايد ولينا، ورقية تسأل بويا وين بويا وين، واللي تسايل خويا عنها سحبة وقرطها من إذنها. طول المساء واللي تسايل خويا عنها سحبة وقرطها من إذنها. طول المساء ما سكت وانها، منك يا خويا انقطع ظنها. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلك، ولعن الله أمة ظلمك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي، يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لن تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولن تلبسك من مذلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي السكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى،
الحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله هل لي بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سل وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله سعد الله قلبهم من مصائب زينب وهي تنظر إلى جثة أخيها وهو مسجع على بمخاء كربلاء تقل لأخويا أخويا يا حسين ما أقدر بعد للهضم ما أقدر ما أقدر قلبي لو أن صخر مرمى خويا ما شفت الضعن يا حسين من ما عليك مسيرة بشدة الحار خويا حتى العدو عليك الدار خويا لا تقول ما عندي مروة ولا تقول ضيعت الأخوة ترى ما فيني بعد يا حسين قوة ما شفت الشمر ساط على متونة الأول وانساب وانساب جرى دمعي على الوجنات وانساب عقب ذاك الخدم انشتم وانساب وانساب بالمختار عندي أهان وانساب بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرسية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة أسرجت وأنجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم اللهم إنا نتوسل إليك بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا يا الله إلهي بحقهم فك أسرانا اللهم خلص معتقلينا ومعتقلاتنا من سجون الظالمين وارجعهم إلى أهلهم سالمين إلى سالمين اللهم رد غربانا واشف مرضانا لا سيما المنظورين ومن سألناك لأجلهم اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وينصر حالنا بحسن حالك اللهم احفظ شيخنا الجليل أبا سامي واجعله في درعك الحصين التي تجعل في غانا تريد واحفظه بحفظك يا من تحفظ الودائع اللهم انصرنا على من ظلمنا وتعدى علينا اللهم اظهر عليهم قدرتك وارهم عجائب قوتك وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا جبار يا قهار يا منتقم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وارحمنا وتوفنا مع الأبرار المؤسسين لهذا الاسم
أحمد سين، والمرحومة زهراء عبد علي حبيب، والمرحومة زليخة عبد العزيز متروك. إلهي وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.